التقى محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بالمقلة فريق تحسين الوصول للعدالة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي برئاسة السيد إم وان هيوك مدير المشروع، واستمع المحافظ من مدير المشروع إلى أهدافه لتمكين المرأة ومساندة الالتزامات بالسعي لزيادة معدلات مشاركات النساء ودعم الأكثر احتياجا ودراسة حد المدخلات لتحسين سبل كسب العيش والحماية. وتعرف المحافظ على التحضيرات لعقد ورشة العمل الجماعية حول تعزيز عدالة النوع الاجتماعي من خلال تمكين وحماية المرأة بالمقلة في 22 يناير الجاري وجهود تشكيل لجنة مشتركة لاتخاذ قرارات تنفيذ المشروع.